ميج 31 منظومة اس 400 طائرة حيرت اف 16. وفقا لتقارير انفو بريكس، فان فرص طائرات اف 16 في القتال ضد مقاتلات ميج 31 الروسية تقترب من الصفر. فعلى الرغم من الادعاءات التي لا نهاية لها حول تفوق المقاتلة اف 16، لا يوجد ببساطة اي دليل يدعم هذه الادعاءات، بل على العكس من ذلك، حتى الطيارين الاوكرانيين الذين يتدربون على المقاتلات الامريكية يفضلون طائراتهم السوفيتية. هذا ينطبق بشكل خاص على ميج 31. إن التحديث التدريجي للطائرة الذي تم إجراؤه على مدى العقود الثلاثة الماضية لم يحافظ على أهمية طائرة ميج 31 فحسب، بل يضمن أيضا تفوقها في العقود المقبلة. ويشير المنشور إلى أن هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصاروخ جوجو المرعب من طراز R-37M الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والذي يبلغ مداه المنقطع النظير 400 كيلومتر، وبهذا يحول بفعالية ميج 31 إلى اس 400 طائر. وحتى لو قام حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بأحدث نسخة من طائرة اف 16 بلوك 70-72، إنها ستظل عاجزة فعليا أمام الطائرة الاعتراضية الروسية. فأفضل صاروخ جوجو يمكن أن تستخدمه طائرة اف 16 هو AM-120D بمدى يصل إلى 160 كيلومترا. كما أن تصميم الطائرة ميج 31 يسمح لها بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت حتى على ارتفاعات منخفضة، وتوفر لها محركاتها القوية سرعة تزيد عن 3000 كيلومتر في الساعة، ومدى طيران هائل لا يمكن لطائرة اف 16 تحقيقه.